سيد الرئيس، سيدات السادة الكرام، سيد الرئيس خطاب وفعل الكلمة ديالكم قلت كل شيء. بما أن الظرف هو استثنائي كنتمنى أن تكون واحد الوكالة متنقلة كتضم القرد الفلاحي والمديرية الجهوية ديال الفلاحة والناس ديال الغرفة الفلاحية تقرر دير سياسة القرب مع الفلاحة إما في الأسواق الأسبوعية أو كذا. مش إحنا ربما ما غطيناش جميع الهموم اللي كتعتري القطاع الفلاحي وكتهم الفلاحة، فكنظن هذه الوكالة المتنقلة هي غادي تساعد والفلاحة يجيو يطرحوا نفوسهم هذه المشاكل وحنا غادي نساعدهم مع المؤسسات الخارجية بحول الله باش يكون واحد الحل ناجح ويكون التنزيل اللي كيطرح لي جلالة الملك يعطي النتائج ديالو. وشكرا. زراعة الحبوب والقطاني والزراعة الكبرى بغرفة الفلاحية لجهات الرباط سلا القنيطرة، عطفا على ما قال السي العمراني يعني تدخل جلالة الملك حفظه الله ونصره من أجل التخفيف من آثار الجفاف والأضرار الناتجة عنه بالنسبة للفلاحة الصغار. حقيقة كان برنامج واعد إن شاء الله من أجل التخفيف من هذه الآثار الجفاف، ونسأل الله أن يغيثنا فيما تبقى من السنة. وكما تتبعتم أنا كان العرض مستفيضا لا لرئيس الغرفة ولا للسادة مشكورين رئيس الجهوي للغرفة للمديرية رئيس الجهوي أو المدير الجهوي للفلاحة أو السادة المدراء لونسا لونكال، هاد الناس كلهم يعني أقدموا عروض قيمة من أجل التخفيف من ديونه لدى مؤسسة القرض الفلاحي أو تأجيلها، بحيث كما سمعتم معنا من عرض السيد مدير القرض الفلاحي على أن تأجيل الديونية جاء أخي على سنة، وطالبنا أن يكون الأداء مرتبط بالإنتاج، فطالبنا منهم على أن يمددوا في مدة الأداءات كون سنة غير كافية، ونسأل الله أن يستجيبوا لهذا الطلب. كما طالبنا من بالنسبة لتلقيح المواشي، بالنسبة للأمراض المصاحبة في ظروف الجفاف لأن كتنتج عنا مجموعة ديال الأمراض، فالحمد لله نسأل الله أن يكون هذا التنزيل يعني تنزيلا محكما من أجل أن تكون المردودية، لأن البرامج واستراتيجيات هذه مبلغ ديال 10 مليار درهم ليس بالمبلغ السهل في الدفع، والجهة لدينا جهة الرباط سلا هي تستفيد من هذا العرض، والحمد لله كما رأيتم 350 ألف طن من الشعير على دفعة في الدفعة الأولى، يعني هذا شيء مهم، وطالبنا على أن يكون الحصص مرتفعة بالنسبة للفلاحة ومواكبة لهم طيلة نسأل الله يغيثنا، يعني إذا تم الغيث فهذا غادي يخفف من آثار ديال الجفاف وستظهر استفادة، بمعنى أن ما تداوله الفلاحة هذا من استفادة سيكون له إن شاء الله الآثار لا على لا عليهم ولا على مصالحهم سواء المواشي. سهل لي أن الغرفة الفلاحية ستواكب تنزيل هذا البرنامج الحكومي. صحيح تماما، ستواكب هذا البرنامج في إطار عبر العمالات وعبر ما سيكون كل لجان وممثلي الغرفة سيحضرون، طالبنا أن يكون حضورهم وباتفاق مع المسؤولين أيضا من أجل لأنهم يعرفون السياسة عن الفلاحة عن قرب ويعرفون احتياجاتهم ويعرفون الخصائص الذي يقع، كما تحدثت عن نقاط البيع وعن لا على الشعير نقاط التي تضع فيها ولا على الأعلاف المركبة، بحيث كان عرضا متكاملا، ونسأل الله التوفيق في هذه المسألة. نعم، هل من رسالة للفلاحين الذين ليطمئنوا؟ لا إن شاء الله بعد سماعكم لعرض السيد المدير الجهوي بعد العرض والنقاش التي تتبعتم كيف كان مستفيضا، نعم سيكون المردود إيجابي إن شاء الله بالنسبة لتنزيل البرنامج تخفيف من آثار الجفاف، بحيث التخوف الذي يوجد لأنه سوف نستفيده هذا غير موجود إن شاء الله، سنتتبع جميعا وإذا كانت من ملاحظاتي سيساعدهم أيضا في هذا، إذا لاحظوا أشياء تشيب هذه العملية عليهم أن السلطات المحلية موجودة عن قرب ويتدخلوا لديها ويسجلوا ملاحظاتهم، وسنتتبع معهم إن شاء الله ومع السلطات كل ما يعتري هذا التنزيل إذا شابه لا نستبق الأحداث، نتمنى أن يمر كما أريد له بحول الله. شكرا.